السينما ولبلبه او لبلبه والسينما 88 فيلم، يعني احنا هنا عرضنا بعض الافلام ولسه هنتكلم بقى الاستاذ عادل امام ونتكلم عن افلام اخرى كانت نقله في حياتك، بس احنا دي بعض مقاطع الافلام. السينما ايه حبك الرهيب للسينما ده؟ السينما لها سحر خاص، فرق كبير بين السينما والدراما التلفزيونيه. ايه الفرق؟ انا بشوف في فرق، يعني انا كنت طول مراحل حياتي السينمائيه ما كنتش بفكر في الدراما التلفزيونيه، هو اللي نزلني للدراما هو الاستاذ عادل، وكنت خايفه فقلت له طب احنا دلوقتي بنصور بكاميرا واحده، طب دلوقتي اربع كاميرات، طب انا همثل ازاي؟ انا هبص لده ممكن المح الكاميرا دي، طب ابص كده هلمح الكاميرا دي، طب همثل ازاي؟ قال لي يا ستي احنا كان زمان في المواضيع دي مثلي كانك بتمثلي معايا فيلم، انسي موضوع الكاميرا، مثلي طبيعي جدا. خدت يومين شويه ايه اللخبطه اللي بتحصل ده، يعني بناتي قاعدين كده والاربع كاميرات قدامي، ما انا لو بصيت لبناتي حلقه الكاميرا دي، طب فبقيت شويه محتاره. وبعدين اول يوم بناتي في المسلسل بعد ما خلصوا جريوا على المونيتور يتفرجوا، الاستاذ عادل كان قاعد كده في الديكور في كنبه كده، انا لقيتهم بيجروا على المونيتور، انا كمان اروح على المونيتور اروح اشوف انا رخرة اشوف انا طالعه ازاي، هل عامله ماسكه الشخصيه حلوه ولا لا. ف عادل قال لي انت رايحه فين؟ قلت له الولاد كلهم راحوا يتفرجوا انا عايزه اروح اتفرج. قال لي بلاش تعالي اقعدي هنا. قلت له لكن هما بيتفرجوا. قال لي اسمعيني يا نونيا، عمر الفنان ما هيرضى بنفسه، خليكي احنا واحنا بنشتغل زمان افلامنا اللي نجحت والناس كلها انبسطت مننا احنا كنا بنشوف نفسنا غير مع الجمهور. قلت له قال لي خلاص انت خليكي بقى ايه ما تتفرجيش خالص، لانك لو اتفرجتي انت مش هتحسي انك راضيه عن نفسك. نفس الموضوع كان احمد زكي ما يشوفش نفسه في المونيتور، الاستاذ نور الشريف الله يرحمه ما كانش يشوف نفسه في المونيتور، فالاستاذ عادل علمني ان انا ما اتفرجش على نفسي. مين المخرج قبل ما ندخل على دور عادل امام، ودور عادل امام في حياتك مهم، لكن مين المخرج يعني اللي اثر على مسيره لبلبه؟ يعني نيازي مصطفى، حسن الصيفي، انور وجدي. انور وجدي ده وانت طفله؟ ايوه وانا طفله. بعدين بقى الاستاذ محمد عبد العزيز، عملت معاه اكتر مخرج اشتغلت معاه محمد عبد العزيز، لانك اشتغلتي مع عادل، مع الاستاذ عادل 13 فيلم. لا قبل الاستاذ عادل، قبل الاستاذ عادل في الصيف لازم نحب، كان انتاج الله يرحمها ماجده الخطيب، وهو كان اول مره يخرج في الصيف لازم نحب. الفيلم ده كسر الدنيا. طبعا. فماجده الخطيب قالت له هوري لك شاديه الصغيره عليا، فشافني اعجب بيا جدا واشتغلنا في الصيف لازم نحب. بعد كده عمل البعض يذهب المأذون مرتين، عملنا عصابة حمادة وتوتو، عملنا لك يوم يا بيه مع محمود عبد العزيز، خلي بالك من جيرانك، خلي بالك من جيرانك، ألف بوسة وبوسة. لا أكتر مخرج اشتغلت معاه الحقيقة هو علمني وفهمني إن إمتى الممثل، هو من المخرجين اللي يحب قوي الممثل، فعلمني امتى العين دي تنزل لتحت وامتى تطلع لفوق، واتكلم امتى، عبر بعيني الاول قبل بقي ما يقول الجمله. هو يعني الحقيقه انا بقول هو والاستاذ فاروق صبري خيرهم عليا السيناريست الكبير. طب خلينا نفتكر كده بعض افلام لبلبه مع الاستاذ عادل امام، ويمكن في اتنين كانوا دايما عاملين دويتو مع عادل امام، في يسرى طبعا، نجمه يسرى. أيوة طبعا. يمكن 11 فيلم، بس لبلبه عملت معاه 13 فيلم، ده اللي انا عرفت اعدهم، ده غير المسلسلات، غير المسلسلات 13 فيلم مع عادل امام غير المسلسلات.